السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيدي مسجلة، بدنا نفك لها الباسورد، الكود بدنا نجيبه. المشكلة هون انه ما في شيء، ولا ورقة محطوطة هون، ما في عنا الا هيدي وصلي وهذا الرقم هيك بس جيبينا. بس هي هيدي معروفة المسجلة، تيجي بالفولكسفاجن. لقيت أنا هيدي هون بالإنترنت، حطت لك الوصلات تبعين السبيكرات، وهون حطت الكهرباء، كان هاي كان لو 31/12 البارد، وهون جاي 30 كهرباء ديريكت، وهون كمان بوزيتيف بيجي كهرباء على 16 و15 بلس و12 بيجي بارد لحتى تضوي المسجلة. تمام، هو هون الخريطة موجودة مثل منه موضح، نفس الشيء الفيوز مبين، يعني هو كتب هون هيدي الآ بيت سي. تمام، احنا بيهمنا هلا هدول ثلاث خطوط نوصلهم لتضوي المسجلة ونشوف شو عم يعطينا. ما معنى الباسورد، بدنا نجيب الكود، وهيدي بتيجي RCD 300. مشان نوضح اكتر، اذا حدا حب يسأل كيف عرفت انا وبعت لي اللينك، ما بدي ابعت شي، بس بتكتب انت CRD 300 pin out وبتفوت على الصور، يعني انت هون اوكي بتفوت على الصور بيبينوا معك، وبتكبس انت وبتشوف اللي بدك. يعني انا كبست مثلا هيدي وبين معي هذا الموقع. تمام، حكينا هون انه البلوس والمينوس هون، هلا بتنزل شوي لتحت او مثلا تنزل هيك، تنزل لهون بتلاقي هيدي الفيشة، بتميز انت الصورة بتلاقي هذا الفيوز هون موجود. اوكي، هذا الفيوز هون موجود، نعرف لحنا انه هذا البلوس وهذا السيف اللي هو تبع الكود وهذا البارد. يعني انا بيهمني بس 1 2 3، هدول الثلاث خطوط. اذا بنرجع لهون، هذا السيف هون بوزيتيف 16 و15 و12، وبس نوصلهم ونضوي المسجلة. مثل ما شايفين انا وصلتها، انت فيك تجيب بس كابلات، يعني بلوس ومينوس، وتحطهم هون. اوكي، مثل منه موضح بالصورة، الصورة هي بعتقد الساتة موجودة. ايه تمام، عشان ما نخربط بلوس مينوس، وانا واصلها لهون على 12 فولت. ضوية طلع معي انه في سيف، شكله مجربين فيها كذا مرة مقفولة. انا فكيت الغطا هون برغيان بيطلع، بدي ابرم على الابرم اللي هو هذا ونقرا المعلومات. انت فيك تقرا المعلومات باي مبرمجه، يعني بالكار برو، بال بي في دي اي برو، باللي بدك اياه. تمام، انا ححاول اقراها بهيدي المكنه، انت فيك تقراها باي مكنه بدك اياها، كار برو او شيء. هيد شيب هوني، ما في اذا واضح هون
يعني رقم واحد على الشمال تحت، انا حاطط نقطة سوداء. اوكي نشوف وين صار البروجرام. نشغل البروجرام، منفوت على chip. نفوت على الخانة 95 96 640. بيقول لك الادابتر هي هيدي، انا هيدي عاملها بايدي يعني فيك انت تعملها. تمام باك. هلا ريد ارى المعلومات. انا حطيت على الديسكتوب سي ار دي 300، نخليه مثل ما هو سيف. تمام هالفايل هون اذا بياخدوا منلاقي هون اسمه للراديو وهون معلومات عن البين نمبر تبعيت الراديو. هلا في بروجرام هون، في بروجرام انا ما بعطيه لحدا، في واحد يبرم عليه بالانترنت يكتب مثل منه مكتوب وينزله هو يعمل له داونلود. دوروا للبروجرام. هلا بتاخد هون بتنزل بتبرم على شيء اسمه ميكو بلاو بونت سي ار دي 200 و300 و500. Open desktop. SCRD. هذا هو الفايل. لو open. أعطوني الكود. هو 1536. 1536. هي الخطوة الرئيسية. بس هون مثل ما لحنا لاحظنا كان عندنا مشكلة انه يعطيني السيف، يعني يا بتخليه ساعة ساعتين ثلاثة داير هذا عطول لحتى يرجع يفتح تحط الكود، او بتنزل من النت فايل. انا منزل واحد ليك هو هذا، هذا الفايل. اوكي نفس البروجرام قال له لود، هذا محطوط عندي على الباك. نفس العملية بيعطيني كود جديد، هذا كود جديد هحطه أنا هون 0987. المقصد من هالعملية هيدي إذا أنت مثلا مقفول عندك هذا، يا بتنطر ساعة ونص ساعتين بيرجع بيفتح معك الخط هون بتحطه، أو بتنزل فايل ما يكون في بقلبه سيف وبتسجله ليتشغل المسجلة. أوكي هذا المقصد تبعي، يعني بتاخد الفايل من راديو تاني. وين صرنا نحن؟ طفي البروجرام هذا. هلا هيدا الفايل اذا بعمل له انا كوبي وبياخده على الراديو لهون بلاقي في اختلاف اكيد كبير من الفين نمبر والاشياء هدول كلياتهم سوا. اوكي بس الواحد ما حيخسر شيء، يعني ما حيخسر شيء، في جرب يركبه للفايل كله سوا هذا ويجرب اذا بتيجي سيف ولا لا. اوبن نحط له هذا كله كومبليت، الفايل كله هذا مغير اكتبه. كتبناه هلا
الفايل منه اورجينال من راديو اخوه لهذا. كتبته هون حدور الراديو شوف اذا كمان بيعطيني سيف ولا لا. اذا اعطوني كمان سيف لا يستحسن حط الاورجينال ايه وانطر ساعتين لحتى يفتح معي الخط. يعني هلا بشيل الفيش من هون هيدي نزلها محلها تمام. موصول كل شيء معنا هون. دور الراديو هيدا اعطوني كمان سيف بدنا ننطر شوي. ما فينا نعمل شيء مقفول مثل ما حكينا. هلا هون بدك تخلي ساعتها الراديو هون يمضي شي ساعة أو ساعتين لحتى يفتح الخط لحتى تحط له الكود. لذلك أنا حأرجع أرجع الفايل الأورجينال أو يمكن لقي فايل ما بقلبه سيف وركبه فيها. أنا هلا رجعت الأورجينال اللي هو هذا البين كود تبعه. ملاحظة إذا الواحد منه عارف مثلا ما في ورقة ولا في شيء نهائيا وقرأ الفايل اللي هو هذا بيشوف هون رقمه هذا بي فو اكس بي في اكس وهذا الكود تبعه هون الأورجينال عشان يبرم بالنت يبرم على هذا الخط. اوكي عشان بيعرف شو هو معه راديو بي في اكس تمام. بس مشان يعني المعلومة بالفايل موجود الرقم. هلا في طريقة تانية في هذا البروجرام التاني يمكن يكون عندك اياه. بتيجي على الراديو بلاو بونت اوكي فولكسفاجن هذا اللي لقالي انا الاورجينال هات 300 قلنا هذا هو مثل ما حكينا هذيك الساعات اللي هو هون مخبى شفتوا هذا هذا اعطوني الكود هون مثل ما هذا مزبوط الاورجينال. في طريقة لنرجع السيف تكبس على اليمين ريسيت كونتر. اعطوني هلا فايل هو جديد انا فيني اكتبه هذا الفايل جديد وبتصير علامة السيف هيدي بتروح ان شاء الله. اذا منيجي هلا لهون منلاقي اللي عمل له ريسيت هو هذا عمل ريسيت رجعه على الصفر. اوكي هكتب انا هذا الجديد بقلبه لنشوف اذا بيعطيني السيف ولا لا. حطيت الغطاء وارجع اجمعها. رجعت حطيت هون نقول له اوبن بعد منه موجود هون وين صار هذا اللي عمل له هو رجعه لورا نعمل له كوبي حطه مع اخواته هوني تمام. هلا هذا اللي عليه صفرين هوني اللي هو جديد نعمل له اوبن اكتبه تمام كتبوا لهذا. اوكي هلا شيل هيدي بسم الله الرحمن الرحيم شوف اذا بيعطينا كود.
السيف راح لرقم 2. تمام، اعطوني الكود نحط هلا هوني 1. واحد قلنا 5، بعدين 3، 6. تمام، تأكد 1 5 3 6. انتر. فوالا، مبروك. اكيد ما في هلا ساوند بس اشتغل الحمد لله. طفية، مش الحال. شباب حبيت نوه على شغلي، انا مشان ما حدا يزعل مني، انا ما بعطي بروجرامات. هذا البروجرام هذا اسمه اول شيء نيو 4، والبروجرام الثاني هذا اسمه، يبرم عليه بالجوجل بلاقيهم، نعمل لهم داونلود. واذا واحد ما عنده ولا بروجرام مثل ما حكينا، هذا الكود يكتبوه هون. وقف الكاميرا واكتب اي اف 7 9 سي الى اخره. هذا الكود اكتبه، هذا الخط كله من هون اذا بدك، او محل الازرق محل منه مغير اكتبه وبيمشي الحال. او بدك تنطر مثل ما حكينا ساعة او ساعتين حسب كم مرة هن مجربين. هذا كل شيء، ان شاء الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.